رن، انا بدي رد على اول رنه. انا الو. اهلين اهلين استاذ شاكر. ايه سيدي، ركبوه عم بحكي منه، يكتر خيركم. خلينا ياكل سيدنا. ايه ان شاء الله بهاليومين. ايه على عيني، تأمروا امر على عيني. مين هذا؟ السيد شاكر، مدير مكتب معاون الوزير، عم يسألني مشان القصص. يقول له تأليف عم تألف، مو تنقيح لحتى تحصل له ياهن بيومين. هلا شو بدي يقول له ويقول لي؟ جمانة فيك تساعديني بهالموضوع؟ أنا؟ ما بعرف. لك ما في شيء، الشغلة بسيطة، شو ما كتبتي رح يكون أحسن من الملخصات اللي بعتولي إياهن. لك بعتولي ملخصات بتقرف، عيب. ستي المهم يكون في مناورات واستعراضات لغوية. وبركي ما عجبه لمعاون الوزير؟ لك بيعجبه، هو ما بتفرق معه، المهم ينضم لقافلة الكتاب والمثقفين. بعدين الشغلة فيها مصاري. بجرب بس ما بوعدك. أهلين أمي، شو طمنيني؟ شو ضربت؟ ما عرفت أكتب ولا كلمة. خلص طولي بالك بابا، عمره ما كان. انسي الفحص، كأنه لا قدمنا ولا رحنا على الامتحانات. خلص بدي أشوف ابتسامتك الحلوة. ابتسمي، اليوم عنا عيد بابا. عيد شو؟ ركبنا التليفون وانتو خلصتوا فحص، بدنا نفرفش نحن وياكم شوي. قومي الله يرضى عليكي، قومي البسي اوعيكي، بدنا نروح رحلة، احلى رحلة بدي اخدكم انا. تعبانة، ما نمت امبارح، ما بتتأجل الرحلة معكم لبعدين؟ ابوكي اخذ اجازة خصوصي من شان هالشغلة، ما بيقدر كل يوم يفضي حاله. يلا امي قومي. خلص قومي بقى، قومي. لك شبها بتحاكينا كأنه بنشتغل عند اللي خلفها نحن. سعيد انا خايفة. جمانة مو كل ما دق الكوس بتجرب تقولي لي انا خايفه؟ عم تبسي الرعب بقلبي هيك. لازم نلاقي حل للموضوع، انا خايفه البنت تضيع. عم تحكي وكانه مو معنا. مو جاي على بالي فكر ولا بموضوع غير بموضوع السيران انا. شو طمني بابا؟ شو امي؟ هلا فهمني، طمني شو صار معك؟ طب الله يعطيك عافيه، شلون بدك طب؟ موظف بدي طب، يعني شي 235 240 بلدي يعني. بتجيب طب يعني؟ ايه هيك. لك يا قدرني الالمعي، انت الوحيد اللي طالع لامك بهالبيت. ايوه الزكي طالع اليك، واثنين الدببة هدم طالعين الي. لا تلعب بالكلام، انا قصدي بالشكل. ايه بالشكل معك حق، خنطق منطق، خاصة هي الجوزة اللي ناتعها هون. ابي بالشكل اليك بس بالفهم الي هو. ابي ايه، انا هلا بدي احمل حالي وروح لعند رامي، ماني فاضي لكم. لا ابي ما في روحة، شو نسيت انه اليوم الرحلة؟ اليوم الرحلة؟ ايه لك سيران. ايه والله صحيح سيران اليوم. ايه معناتها بقول لرامي ميادة بيطلعوا معنا. ايه شو عليه لعيونك، واذا بدهم يجيبوا اهلهم لعيونهم. لحظة سعيد، لا تنتخي، معنا اجار السيرفيس روحة رجعة على القد، ما مجهزين حالنا لهالشغلة. لك بتتدبر شو معناها؟ بس تتدبر نبقى بنعزم العالم، هلا ما في مجال. صباح الخير. هلا هلا امي. صباح النور. هلا شو طمنا؟ يعني نص على نص، ننجح شحط. معناها صائط، انت صائط. ابي ليش عم تحكي معي هيك؟ شو ما عندك ثقة فيني بنوب؟ لأنه بالعادة انت الشغلة بتبهر 10 أضعاف. أنا اللي ببهر الشغلة. إيه أنت اللي بتبهرها. غير اللي ببهر الشغلات أبي، اللي على الطالعة وعلى الفايتة تقبرني وتكفني، أنت اللي عم تقيسوا بين أولادكم، لأنه أنا قد البطة السوداء وهو قد البطة البيضاء. لك أمي شو البطة البيضاء والبطة السوداء؟ أبوك عم يمزح معك، كلياتكم غلاوة بعضكم. اصلا انا ماني عم بحكي عن ابي، عم بحكي عنك. علاء المعي على الفوته وعلى الطالعه بتبوسيه وتقبر عظامي، انا ملاقيتيني بلفه على بصقاق. بسيطه بابا، انا بقول لك يا تكفني ويا تقبرني، واذا بدك ببوسك كمان، بس فوت غير اوعي، خلينا نروح على السيران. يلا بابا. وانت شلشني بهي، قوم من خلقتي، قوم من خلقتي. جمانه ما بصير تعاملي الاولاد هيك، لازم يحسوا انه بنحبهم مثل بعضهم. نحن ما بيجوز نكيل بمكيالين مثل بعض الدول، بمكيال واحد. انا خبطته مشان طالع فرق الرفسات تبع اخوه، فهمتي؟ قومي حضري لنا الاغراض، خلينا نقلع عبد السيران. يلا. بتعرفي اول رنه رح تنزل على مسامعي كالسيمفونية الرائعة. ان شاء الله هيك يتصلوا فينا الحبايب على طول. يا رب الله يسلمك. المهم هلا تنبسطوا بالسيران، ها نغير جو لانه تعب. كم حرام عليك، ايش عم تربط؟ كن نيجا، كل ما شفت وحده لابسه كزلك ما تدري شو صار. كن انا المهم بالسيران، تنبسطوا وتروقوا، ما بدي نكد انه اصحى انت الثاني. اصحى حرام عليك سعيد، هيك شايفتيك عم تلاقي صار غفلان، رايحين ننبسط نحن، روقوا كلكم فرفشوا. يا اضحكوا ايه.
ها ما قابلنا. ان شاء الله هذا حلوه بس ان شاء الله نحن بوجودك بدنا ننبسط نحن. يلا نسلت كل الغرض. يلا نقول لهنيك. يلا يلا نسلت. يلا كأننا ناقصنا شيء. مو ناقصنا شيء. قولي سلوى راجع. لك على محلة. لك البلد. يلا عمي يلا اخر موقف. وينن اهلي؟ شو بعرفني وين اهلي؟ قبل شوي كانوا هون. ليكونوا هدول اللي نزلوا على طريق المطار. ايه طالعين سيران على طريق المطار نحن. خليكي قاعدة عمو معي خليكي لا تخافي هلا برجعك معي. شو سعيد؟ شو ما لحقتها؟ شو ما لحقتها؟ بركي البنت صار لها شيء الا؟ ما راح يصير لها شيء، هلا بناخذ ميكرو الغزلانيه وبنروح بنجيبها، يا اما بتوصل هي لاخر الخط وبترجع بالميكرو الثاني. سكر لي هالمغاره انت، سكرها! كل واحد بيقعد وبيتمطرق وبيحكي. طيب قاعده جنبك، ليش ما نزلتيها قدامك؟ كانت قاعده جنب الشباك، البنت شوفنا نزلنا بتنزل، يعني الشغله ما بدها كثير تفكير. هي ما بدها تفكير ماما، بس سلوى كانت نايمه وعم تشخر. وليش ما فيقتها انت؟ يعني شفتها بأول طريق نايمة بس لما نزلنا ما انتبهت لها. ما انتبهت لها لأنه أخذ عقلك التهواية بطاقة الفحص للي لابسة كسلوب مو هيك؟ سعيد سعيد أنا هلأ خايفة كتير على البنت، يعني إذا ضاعت ضاع مستقبلها كله. لا تحكي جمالة كأنه عايشين بغابة من الذئاب. نحن كمان شعبنا طيب، شبهك مشهور بأخلاقه الحميدة وإكرام الضيف ونكوب الخير والسباحة. إيه ما اختلفنا، بس يعني إذا طلع لابن حرام واحد بكفي. البنت ساذجة. ساذ هلا وقت لسوياتك انت؟ فوتوا لجوا فردوا الاغراض وانبحتوا، بدنا ننبسط نحن. سكر لي هالمغاره بدنا ننبسط. رح اخذ تاكسي وجيبها. يلا لوين استاذ؟ على الغزلانيه. شرفتها، بوصل الاخ بعدين بوصلك. لا بدك توصلني انا بالاول لانه معي بنت صغيره نسيتها بالميكرو نايمه. الله يوفقك تقوم تضيع. معلش يوصل الاخ بعدين وصلني. لك يكتر خيرك. على عيني شرفتك. وجدتك بنتي. ها ليش تركتوني لحالي حبيبتي؟ انت ليش ما نزلتي معنا من الميكرو؟ كنت نايمه. عفوا قديش تؤمر يا اخي؟ سلامتك اخي. الله معك. الله محييك. لا تواخذنا معلم. الله معك. حضرتك قد ايه بتؤمر؟ 30 ليره بس. 30 ليره بقى. شو جايبني من طنبوكتو كلهم فشختين؟ 30 ليره. هاتي السنسان. ليش؟
لك هاتي السنسان. ما بدي. عم قل لك هاتي ها. يلا بسرعة. أنا لا تواخذني من لهفتي نسيت المصاري مع العيلة. تعرف البنت ضيعناها هون. بقى سيدي شرف. هذا السنسال بيسوى 100 ورقة اشتريت لها وقت نجحت بالحادي عشر. مسيك. ماما جابته مو أنت. لك اسكتي أنا اللي جبته. تفضل. باينتك معتر ما لا آخذ منك. اطلع لرجعك ببلاش اطلع. امشي قدامي مسكني. عمك اللي اشتريته ولا أنا؟ اسمعي لك على مهلك! لك على أولي! نومة أهل الكهف إن شاء الله. وبشو كنتي عم تحلمي بقى؟ ولا شيء. بس ما كنت نايمة منيح مبارح. يلا نينجا مسيك هالدربكة وشغل لي إياها. خلينا نطلع من هالأجواء البوليسية. أبي شو دربكة ما دربكة؟ هذا الجو جو دربكة. ليش شبه هذا الجو لك أمي؟ صرعتونا لك أمي. رحلة رحلة. قلنا لحالنا على صلنفة على كسا على البحر. على البحر ما. لكن انت شفت واحدة بالميكروباص ساعة عم تهوي لها بطاقة الفحص، شو بتساوي فيي انت على البحر؟ لك بتبهدلني، بتبهدل عيلتي كلها، بيت النايحة بيتبهدلوا. بعدين شو الفرق بين هون وكسب؟ هنيك شجر وخضرة، هون خضرة وشجر. فرقت كثير أبي، هون ما في هوا نظيف والسيارات صرعت راسنا من أول ما إجينا، الناس بتجي لهون وتترك زبالتها كأنه ما حترجع مرة ثانية، العنزة اللي هي عنزة بتنظف تحتها قبل ما تعود. سكر لي هالمغارة وحاجة تأستز علينا. هاتوا هالدربكة أنا بدي حميها. هاتوا مسيك. أنا بحميها. يلا رد هو لاي بابا يلا. وحواني بردانة شفير وحواني بردانة شفير بردانة. فهميهم يردوا أحسن ما ضوجة. ردوا شو لحالي بدي رد أنا؟ يلا لشو إيما الكفكير نينجا ورد عم قلك. يلا عيبو وحواني بردانة بردانة شفير بردانة وحواني بردانة. فهميهم يردوا أحسن ما قلب السيران كله مقتها. ردوا قبل ما يعصر أبوكم بعدين. أشو هالأغاني أبي؟ ريتو يسلم هالتم. ما بيكفي السيران مجأجة؟ كمان أغانيك هات إيدك والحقني. لا يا بابا لا تغلط. هاي مو أغاني هات إيدك والحقني. هذا فلكلور. الأغاني اللي عم تسمعها أنت وإخواتك هي أغاني هات إيدك والحقني. بصراحة بابا يعني لو جبت لنا مايكل جاكسون، هاني شاكر، صبحي توفيق ما رح ننبسط. هي اجواء بسط هي. هي الاجواء اجواء رقص، صار داخل بظهري عشنا ميلو عم يقروس فيني. قوموا لا انت يا قوموا. الحق علي اللي اخذت اجازه وضيعت نهار مشان ابسطكم. هي اخر مره رح ابسطكم فيها. خلونا ناكل لقمه وبعدين نمشي. احمي الزيت. حمي راسي اكثر من الزيت. لك هذا سيران كلاب. لا اجر ولا ثواب. غبره وقله واجب. اتقي شر من سيرنت. لا ودربكة كمان. حبيبي ولا أبحر بقى. تارك الباكيت فيه 10 سيجارات ما بقيان فيه خير تنتين. وين باقي؟ أخذت معي هالامتحان. صرنا أنا ورامي عم نطلع من مناخيرنا. ليش رامي عم يدخن؟ إيه علمته. تعلم العصي عجنابك أنت وياه. قل له اللي بده يتعلم الدخان خليه يتعلم يشتري. سرقنا حق الباكيت سرقه مو مشان نضيف العالم منه. بيشتري بيشتري رامي على طول في بجيبته مصروف. رب منك لإله. هات سحبة هات سحبة. هو بيت فعلا فعلا الاجنبي غير شكل. ما بنصحك تغير. بكره بتصير بتسعول. هلا اذا دخنت باكيت مثل خلق العالم كراس شهر ايش بيأثر؟ قد اعطتك امي؟ 200 ليره. شو؟ 200 ليره اشتريت فيهم كله. ايه دخان؟ لا مو دخان، بوظه ودخان وشيبس وفيلم ملون.
فيلم ملون. لشو هذا الفيلم الملون؟ طالع رحلة أنا ورفقاتي، هالمرة بدي صور. بدك تصور ماشي الحال، أنت مدعوم ابن دلال، مو مثل حكايتي أنا. ليش أبي ما عم يعطيك شيء؟ أعطاني 100 ليرة وكأني عم بطلب منه صدقة. ليكون الداية؟ معقول يشكيني؟ ابنك انا ابن البطه السوداء. شبك كل يوم بتغني لي هالموال؟ شو صاير لحتى عم تحكي هيك؟ امي انا الكبير اللي لازم يكون مصروفي اكبر من مصروف علاء، بتشحدوني 100 ليره شحاده وكاني عم بطلب منكم صدقه. هداك الازح بتعطوه 200 ليره دفشه واحده. انا اعطيته 100 لك و100 له. ما اعطاني منه ولا فرنك، صرفها كلها الافندي. ماشي. الشهر الجاي رح اعطيك ال 200 لك وما رح اعطي شيء، خلص لا تخاف. الشهر الجاي؟ من هول للشهر الجاي بعيش بعل انا. ليش لحتى تعيش بعل؟ شو ناقصك انت؟ امي كل انسان بالدنيا عنده مصروف، وانا انسان بهالدنيا، بالتالي عندي مصروف. مصروف شو؟ اكل وعم تاكل، نوم وعم تنام بالبيت، كل شيء بدك اياه موجود بالبيت، لشو المصروف؟ طيب بلكي قررنا انا ورفقاتي انه نطلع سيران مثلا، بلحقهم رقيد؟ ساعتها بعطيك اجار السيرفيس لا تخاف. وإذا بدنا ناخذ أكل معنا؟ تاخذ أكل من البيت. طيب بلكي كان الأكل مشاوي وفراريج، حلو بحقي ما أدفع يعني مثلا. إذا كان مشاوي وفراريج خليهم يروحوا لحالهم، نحن مو من جماعة المشاوي والفراريج هلا.